السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي طلبة الصف الثاني؟ معكم معلمتكم ميس عادي من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة. سنتناول اليوم بإذن الله مادة العلوم، وعنوان درسنا لهذا اليوم الشمس نجم قريب. قبل أن نبدأ بالدرس، دعوني أعزائي أن أذكر لكم الأهداف التعليمية لهذا الدرس. أولاً، أن يعرف الطالب أن الشمس أقرب النجوم إلى الأرض. ثانياً، أن يتعرف معنى النجم. ثالثاً، أن يفسر ظهور بعض النجوم كبيرة وبعضها صغيرة. ورابعاً، أن يستشعر عظمة الله تعالى في خلق الكون. ماذا تشاهدون بالسماء ليلا يا أعزائي؟ هيا تفكروا. أحسنتم، رائعون. نشاهد النجوم ونشاهد القمر. لماذا نشاهد نجوم كبيرة ونجوم صغيرة؟ هيا يا أعزائي، عندما تنظرون إلى السماء تشاهدون العديد من النجوم. هنالك نجوم صغيرة وهنالك نجوم كبيرة. ما السبب بمشاهدة بعض النجوم صغيرة وبعضها كبيرة؟ لماذا نرى بعضها كبيرة وبعضها صغيرة؟ هيا فكروا. أحسنتم. النجوم القريبة تبدو كبيرة فهي تكون قريبة فنراها كبيرة، لكن النجوم التي تبدو صغيرة تكون بعيدة. إذن النجوم الكبيرة يا أعزائي تكون قريبة لذلك نراها كبيرة، والنجوم الصغيرة والتي تبدو صغيرة تكون بعيدة لذلك نراها صغيرة. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، صدق الله العظيم. حين أنظر إلى السماء ليلا أشاهد كثيرا من الأجسام المضيئة المنتشرة فيها، وتسمى هذه الأجسام، ماذا تسمى هذه الأجسام يا أعزائي التي تكون مشعة ومضيئة في السماء ليلا، وهي التي تجعل منظر السماء جميلا؟ أحسنتم، رائعون. تسمى النجوم. والنجوم أو النجم يا أعزائي هو جسم في الفضاء مضيء من نفسه، إذن هو يشع إنارة وضوءا ويعطي حرارة، وتمتلئ السماء بأعداد هائلة من النجوم. فالسماء ليلا تمتلئ بالنجوم، يكون بعضها أصغر من الشمس. انظروا يا أعزائي إلى هذه الصورة. ماذا تشاهد بالسماء نهارا؟ عندما تكونون في وجه النهار صباحا أو ظهرا، ماذا تشاهدون في السماء؟ أحسنتم، رائعون. نشاهد الشمس. أين ذهبت النجوم؟ أين تختفي النجوم؟ أحسنتم، رائعون. لا نستطيع رؤيتها بسبب الضوء، فأشعة الشمس القوية تقوم بحجب النجوم لذلك لا نراها في النهار. تعد الشمس يا أعزائي المصدر الأساسي للطاقة، فهي تشع كما هائلا من الطاقة، وجزء بسيط من هذه الطاقة يزود الأرض بالضوء والحرارة اللازمة لدعم الحياة. فلولا الشمس يا أعزائي لا نشعر بالضوء ولا بالحرارة. فالشمس مهمة جدا لإنارة الحياة، لإنارة الطرق، لإنارة البيوت، وأيضا
لتمدنا بالحرارة اللازمة. ما الذي يجعلنا نرى الشمس أكبر من غيرها من نجوم السماء الكثيرة؟ لماذا نرى الشمس كبيرة يا أعزائي؟ انظروا يا أعزائي، يعتمد حجم الأشياء التي نراها على مدى بعدها أو قربها منا، فالأشياء القريبة تبدو كبيرة والأشياء البعيدة تبدو صغيرة. إذن الأشياء القريبة في السماء تكون كبيرة جدا والأشياء البعيدة تبدو صغيرة، لذلك نرى الشمس أكبر من غيرها من نجوم السماء لأنها قريبة، لقربها منا نراها كبيرة ولكنها ليست أكبر النجوم. أتحقق صحيح أم خطأ؟ الشمس أكبر النجوم. هل الشمس أكبر النجوم يا أعزائي؟ لا، ليست أكبر النجوم. لماذا؟ على الرغم من أن الشمس ليست أكبر نجوم السماء، لكن حجمها يبدو كبيرا جدا بالمقارنة مع النجوم الأخرى لأنها أقرب النجوم إلى الأرض. إذن يا أعزائي، لأن الشمس أقرب النجوم إلى الأرض لذلك نراها كبيرة، لكنها ليست أكبر النجوم، فهنالك نجوم أكبر منها لكنها كبيرة مقارنة بنجوم أخرى. انظروا يا أعزائي تلك الصور، فالشمس قريبة جدا من الأرض وهذا ما يجعلنا أن نراها كبيرة. لماذا تبدو النجوم نقاطاً لامعاً في السماء ليلاً؟ لماذا نرى النجوم يا أعزائي عبارة عن نقاط وتكون لامعة جداً في الليل؟ لأنها بعيدة عن الأرض، لذلك نراها نقاطاً صغيراً ونراها تلمع في السماء لبعدها عن الأرض. مراجعة الدرس. أولاً، الفكرة الرئيسية، أيهما أقرب إلى الأرض، أم الشمس أم بقية النجوم؟ أيهما أقرب يا أعزائي إلى الأرض؟ هل هو الشمس أم النجوم الباقية؟ أحسنتم، رائعون، الشمس، فالشمس أقرب النجوم إلى الأرض. ثانياً، المفاهيم والمصطلحات. أستخدم كلمة النجم لأصف الصورة الآتية: النجم جسم مضيء يضيء لنا السماء في الليل. ثالثا، أتواصل. قالت لي معلمتي: لا تنظري إلى الشمس مباشرة. أناقش مقولة المعلمة: لماذا يا أعزائي يجب علينا ألا ننظر للشمس مباشرة؟ هيا تفكروا، ما المخاطر من رؤية الشمس مباشرة؟ الشمس المباشرة والنظر مباشرة للشمس يؤذي العينين ويسبب لنا الحرقة والألم، فتجعل العين تدمع. لذلك يا أعزائي يجب علينا ألا ننظر إلى الشمس مباشرة. رابعا، أفسر بعض النجوم أكبر حجما من نجوم أخرى. لماذا تظهر بعض النجوم أكبر حجم من النجوم الأخرى؟ تذكروا يا أعزائي، قلنا أن الأشياء القريبة تبدو كبيرة والأشياء البعيدة تبدو صغيرة، لذلك تبدو بعض النجوم أكبر حجما من نجوم أخرى بسبب بعدها عن الأرض، لذلك نراها صغيرة، فالنجوم القريبة من الأرض تبدو كبيرة الحجم والنجوم البعيدة عن الأرض تبدو صغيرة الحجم.
إذن يا أعزائي، الشيء القريب نراه كبير، والشيء البعيد نراه صغير. لذلك بعض النجوم نراها كبيرة لأنها قريبة من الأرض، وبعض النجوم نراها صغيرة جدا لأنها بعيدة عن الأرض. والآن يا أعزائي، سأطلب منكم أن تقوموا بمتابعة بعض النجوم ليلا. انظروا إلى النجوم الصغيرة منها والكبيرة، وفسروا لماذا بعض النجوم صغيرة وبعضها كبيرة، وقوموا بحل الأسئلة والتمارين. وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم.